تقترب أيام العيد ومعها يزداد لهيب أسعار الأضاحي من المواشي والأبقار المستوردة من الخارج، والتي كانت في السابق بمتناول اليد لكنها أصبحت اليوم بعيدة المنال كما يقول المواطنون. مليون 300 ألف، الجدي بنت 150 ألف، المواطن المسكين ما يقدرش حتى يعيد بدقاقة، دقاقة 8000 ريال، يا رحمة الإنسان المواطن ما يلقاش إيش يأكل، يرحموا يرحموا المواطن. هنا في قعطبة تشهد أسواق اللحوم إقبال ضعيف من قبل المواطنين مقارنة بالأعوام السابقة التي كانت تكتظ بالمتسوقين، غير أنها اليوم لا تحوي سوى القليل غالبيتهم من الدلالين أو المتعاونين. الناس في هذه الأيام حالتهم حالة بسبب مصدر الدخل ضعيف جدا، فلذلك لا يعتبر الناس كلهم يشتروا الأضاحية كاملا، إنما بعض الناس المتسرين الذي موجودة معهم الأموال، أما الإنسان الميسور الذي ضابح ما يستطيع يقدم هذا الذبيحة أو الفريضة في هذا العيد. قرابة 2000 دولار قيمة الثور الواحد، أما أسعار الظأن والماعز فتتراوح قيمة الواحدة منها ما بين 150 إلى 250 ألف ريال، وهي أسعار تفوق قدرة المواطن وطاقته الشرائية. الغلاء هذا لا نقدر نشتري ولا نبيع، أغلى الثور اليوم 1,700,000، المواطن الضعيف ما يقدرش يعيد. كان الثور حق 600 اليوم 1,000,000,007، ولا يقدر يشتري حتى كيلو بطاط. يعتبر العيد فرصة كبرى بالنسبة للكثير من الأسر في الضالع، لم تعد اللحوم تعرف طريقا إلى موائدها طوال العام، ولكن هذه الفرصة صارت تتضاءل كل عام لتغدو اليوم من الصعوبة بمكان. تكتظ قعطبة بأسر الآلاف من الفقراء والنازحين اضطرتهم ظروف الحرب للابتعاد عن منازلهم، وفقد البعض منهم مصدر رزقه، وكل هؤلاء ينتظرون دور الجمعيات، وهو ما يجب عليها توسيع نطاق الاستفادة من مشاريعها. يشهد سوق الأضاحي هنا في محافظة الضالع تراجعا ملحوظ، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار المواشي والأبقار من جهة، أو لعدم قدرة المواطن الشرائية في الجهة الأخرى. نصر المسعدي، قناة سهيل، الضالع.